هي القرارات اللي وقعت اتخاذها أولاً هي ضعيفة، 2.5 مليار يمثل 2% من البي بي تقريباً، معناها حاجة بسيطة أمام هول الكارثة. ثاني حاجة قرارات تقليدية ما تتماشاش مع طبيعة الوضع، وضع استثنائي هو، وبالتالي معناها كأنه أزمة عارضة جات خذوا قرارات اللي هي معمول بها في الظروف العادية، لكن الظرف مش عادي استثنائي، معناها كان من المطلوب اتخاذ قرارات استثنائية. وتنجم تقول تقليدية، ما عادش معي تقليدية، خاض عن نفس المنطق النيو ليبرالي الاقتصادي، معناه من غير ما فما جرأة للتخلص من المكبلات الايديولوجية فيما يخص التعامل مع الشأن الاقتصادي. أني رأيي كان معناها من الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية. مناش لأنه الإجراءات اللي اتخذت غير كافية لمواجهة وضع خطير، غير كافية لأنها دون الحاجيات المطروحة، والحاجيات المطروحة متشعبة وصعب تحديدها بكل دقة. مناش لأن جانب كبير من الاقتصاد هو اقتصاد موازي، تعرف حسب آخر معطيات متاع المكتب العالمي للشغل الاقتصاد الموازي يشغل في 58.8% من العمال الناشطين، هذا من الكل غير محصورين، معناه ما همش معاينتهم وتحديدهم دقة صعيب، والشيء المرصود ما يعتبرش زادة الانعكاسات الكورونا، لأنه الكورونا وقت الأنشطة مش توقف مش ينزاد الشوماج مش ينزاد البوفرتي معناه الفقر مش ينقصوا المداخيل، هذا إضافية. هو الحجم بتاع الاعتمادات الوقع تخصيصه انطلاقا من المعروف، مش الانطلاق من اللي مش يجي كمعنى نتائج الكورونا، ولا مش يجي اكثر لكالكول كان نقولوا البي بي فا ديكرواتر دو 4-5%، احنا توا حسب التقييمات سواء كانت الداخليه او الخارجيه معناها لو تو دو ديكرواسونس دو بي بي فا اتر اونتر 4-5%، معناها هذا وحده الكاتر ديكرواسونس نتاع 4-5% ينجر عنه زياده في الشوماج بين 100,000 و120,000 في عام 2020. كذلك معناها البوفرتي، احنا معناها اخر رقم معناها هو الريسونسمون نتاع 2014 نقولوا الطو دو بوفرتي إلي دو 15.2%، معناها كذلك وكان توقع ديكرواسونس دو 4-5% الطو دو بوفرتي مش يتعدى اقل شيء 20% مع الافواج نتاع لي بوفر. كيف كيف سافا دو سوا وقت فما ديكرواسونس دو لا ريشيس لو ريفوني بار تيت مويان فا ديكروات انسي تسويت. دونك هذا ديزيفي مترقبين ما فيهمش جدل بحكم انه الطو دو كروسونس مش يكون نيجاتيف. دونك الانعكاسات اللي حكيت لك عليهم على مستوى الفقر والبطاله لا محاله منها. الاعتمادات اللي وقع تخصيصها غير كافيه لمواجهه الشيء الجاي، وبالتالي يلزم العمل على ايجاد حلول استثنائيه لمواجهه القائم ولمواجهه المترقب. هذا اللي ما عملوش الحلول الاستثنائيه. انا رايي
الحلول الاستثنائية تتمثل، نجم تتمثل من جانب الموارد العمومية الإضافية اللي يلزمنا معناها نوجدها. أولاً يلزمنا نمشيو باش نمكنوا الدولة من موارد إضافية، نمشيو وين فما الثروة، ما تمشيش ديما وين فما البهيم القصير، ديما تقول ويا سام وقف، أو يوم عمل معناها مدفوع، أو يوم عشوة، وتزيد في الضرائب على الناس اللي تقاسي من ثقل الضرائب. لا، احنا توا شنو الثروة وين ماشية في السنوات العشرة الأخيرة؟ أكثرها ماشية للسكتور انفورمال، اللي نصيبه من الثروة قاعد يزداد بصفة مستمرة منذ انهيار الدولة والمؤسسات عام 2011، لأنه لم عاد لا فما رقيب لا حسيب كما يقولوا، رغم أن الزيادة متاع نسبة الثروة متاعه مهولة، ما هو يساهم حتى في شيء، لا مساهمة جبائية لا اجتماعية، بل بالعكس يخرب في الاقتصاد، منافسة غير شريفة للقطاع الفورمال، مشاكل صحية، ساعات يبيع لك معناها انتاج فات الاجل متاعه او بدون معناها ما يوقع باحترام لنورم مقاييس الصحية والبيئية الى اخره، دونك مسبب في كوارث على الانفيرونمون، على الصحة، على الميزانية العمومية، على المؤسسات المهيك. لما رأيي أني الكارثة هي كارثة بكل المقاييس، لكن زادة توفر فرصة opportunity، هي أنك تواجه وتحل الملفات اللي ما نجمش تحلها وتواجهها وقت اللي في راحة عقلك والأمور ماشية بصفة عادية، تو تواجهها، لأنه الريزيستانس المقاومة متاع الفئات هذه مش تضعف، والرأي العام عاش يفهمها، ولو يوقع تجاوزات فيما يخص في إخضاع الإجراءات معناها ما عاش تلقى شكون يتعاطف معها، دونك توا يلزم معناها تعمل معها إجراءات استثنائية، وخاصة الحكومة تمكنت من أن تعمل بالإجراءات الاستثنائية من غير ما ديما ترجع للبرلمان، معناها يا أما يجيوا للثنية بالتي هي أحسن ويحاسبوا المجموعة العمومية على التجاوزات اللي عملها ويسدوا معناها ما يلزم من تسديد الخزينة، يا أما معناها الدولة يلزمها تستعمل معهم إجراءات استثنائية من معناها كامنا مصادرة أملاكهم، عقابهم كما صادرنا أملاك النظام السابق وخرب باسم التخريب وباسم معناها الثراء الفاحش الغير قانوني، كيف كيف هذو قاعدين يعملوا في الثراء الفاحش ويخربوا في الاقتصاد، تعمل معهم نفس الإجراءات باش توفر الخزينة العمومية الأموال التي تسمح لها باش تواجه الكوارث. ثاني حاجة اللي يلزم معناها حقيقة إجراء استثنائي فيما يخص المديونية، كما قلت لك حجم كبير من الخزينة العمومية موجه لتسديد خدمات الدين، 25% راهو معناها الربع، واحنا القانون العالمي يمكننا، راهو ماناش باش نفلقوا وقت نقولوا ما عادش باش ندفعوا تسديد هذا الخدمات الدين، لانه القانون العالمي يقول لك وقت ما حالات استثنائية وتتغير المعطيات بصفة معناها غير عادية وغير مترقبة نجم توقف، لأنه وكان ما توقفش مش تحط معناها شعبك في وضع ألا ينجم يقوده للموت، وبالتالي معناها غادي عندك مارج دو مانوفر. أنا شبيك رانا مش نخلصوا قرابة 12 مليار دينار خدمات دين، نفرض ولا نعلقوا منهم الشطر، عندك 6 مليار دولار معناها قريب 3 مرات الشيء اللي خصصته انت، معناها نجم زاده توقف
توريد كل ما هو سوبرفلو. احنا ما نقبل نقولوا يا ولدي انهار التوازنات المالية الكلية انهارت من جملة الإجراءات حقا ما نقبل نوقفه. بو خذاو معناها يون ليست بتاع مواد مستوردة كذا زادوا في معاليم الجمركية نتاعها أو معناها حدوا حجم معين لتوريدها لكن ما كانش ناجح. معناها النتائج ما كانش في مستوى حجم العجز التجاري الخارجي وكذا. توا يلزم منع كاريمون. شو تستورد في الكرهب ولا في الحرير ولا في البواسون الكوليزي وانت مش تموت شعبك مش يموت. هذا مع بجانب يلزمك تطلب مراجعة الاتفاقيات التجارية متاع الناس اللي هي معناها معاها عجز تجاري كبير كي تركيا كي روسيا كي الصين. هذا هم وين العجز الكبير اللي معاه. واخيرا يلزم اخيرا مش اخيرا تنقص من لي بريفيليج فيسكو. معناها احنا عندنا برشا بريفيليج فيسكو عاطينهم قال شنو باسم تحفيز الاستثمار باسم معناها استجلاب الاستثمار الاجنبي. هي البريفيليج ما عادش وقته هذا معناها تعطي دي بريفيليج دوطون بلو ما فماش الاستثمار اللي هم يعطينه. دونك هي رجع طرف بريفيليج ومقاومه بصفه جديه التهريب الجبائي خاصه المؤسسات اللي ما زالت قائمه لباس عليها كي البنوك كي بعض الانشطه الاقتصاديه اغرو اليمونتير الفارماسي الديترجون هذا من كل قعدوا يستغلوا هذا في حركه كبيره معناها في ظل الكورونا نظرا انه يسدوا في حاجيات معينه. بالنسبة لي النفقات الدعم اللي يتوجه للمؤسسات يجب يستثنى المؤسسات اللي ما قامتش بدورها وبواجبها الجبائي. انت ما قمتش بواجبك ازال مجموعة وقت الامور عادية ما عندكش حق باش تطالب المجموعة باش توقف لك. وبل بالعكس اقتصاديا نعتبر عندك انت باش تواجه بعد سرقة الدولة وسرقة المجموعة. معناها كونت ادخار اللي من المفروض يسمح لك باش تواجه الأزمة وتخرج منها. الموقف المتشدد هذا يظهر متشدد ضروري كان نحبوا نبنيه للمستقبل لأنه وقت الوقت اللي كان معناها ما هوش قايم بواجبه الجبائي وقت الأمور العادية باش يفيق على روحه بعدها يقول لك ان الواجب الجبائي كانه أسيرانس. معناها مش هو سيفيزم برك معناها عمل نتاع مواطن صالح اذا مجموعته بل انت تنجم تعمل كانه عنده لوجيك اكل مساهمه الجبائيه كانك أسيرانس وقت اللي يضيق الحال وتجي الكوارث تلقى شكون يوقفك. ولهذا يلزمنا نغير العقليات نستغلوا الفرصة هذه والأوبورتونيتي هذه باش نغيروا العقليات ونبنيوا على الصح في المستقبل. ثاني حاجة يا أخي يلزم النفقات متاع الدولة يوضع معناها يوليوا خاضعين للمنطقة. طو الناس كل وقت اللي يضيق الحال بالخزينة العمومية يراجعوا النفقات العينية والامتيازات العينية اللي يعطيوها الموظفين الكراهب والبنزين والورشات متاع صيانة الكراهب اللي هي بؤر من الفساد ينهار كل يبدلوا في العجالة ويبدلوا في البطريات ويبدلوا من عش فاش وهو في الواهي ينحي حاجة صحيحة ويحط حاجة جديدة ويمشي بيها كل الأوكازيون صحيحة بؤر من الفساد نحاها الامتيازات العينية وتحولها إلى امتيازات نقدية. بو أنا موظف سامي عندي كرهبة
وما نعرفش قداش من بونو 300 بونو ولا شنو بنزين وين معناها تذوق على تخربيشة نهز نمكيجلها معناها في ورشة الصيانة لا يعطيوني منحة نقل تنقل هامة وندبر راسي نحب نشري كرهبة نشري نحب نجي على سقاية للخدمة نجي على سقاية كان يخضر نشري بسكلة ونمشي بالبسكلة ناخذ المترو ندبر راسي مهم نجي في الوقت ونقوم بواجبي أما مش معناها أنا ناخذ البنوات نمشي نبيعهم في الستاسيون دي سونس ونهار كل هكايا واني معناها نهتك فك الكرهبة معناها ونهز عليها في الياجور والسيماء والعلانش مش معقول معها سيد رئيس الحكومة فما برنامج إنعاش وفما برنامج استراتيجي متاع الفترة 2024 ولا 2025 خاصة البرنامج الاستراتيجي هذا معناه الساعة ما يلزموش يكون فما ربتور بين البرنامج الإنعاش والبرنامج الاستراتيجي يلزم يبدأ كونتينويتي والكونتينويتي هذا مدين زوج برامج ما يلزمش تقوم على نفس المبادئ ونفس الاختيارات الكبرى اللي معناها فشلت في تحقيق الإنعاش والتنمية دونك يلزم ريفلكسيون شنو من الاختيارات اللي يلزمنا نعدلها انطلاقا من تقييم موضوعي وجدي لتجربة الإنعاش وللموديل دو ديفلوبمون دوبوي معناها 86 اون جينيرال باش نتفادوا الاختيارات المغلوطة والمخشوشة وكان شيء مش نقدر نكرروا في نفس الأغلاط لأننا نعتمدوا على نفس السياسات ونفس المنطق ونفس التصورات ونفس المنطلقات الدغمائية المملات هي زادة بيتها الدغمائية ما عندناش طموح في لو تشوف البرامج التنمية ما كان فما شوية طموح كان دون ليزاني 60 لكن التجارب كانت مغلوطة ومخشوشة التعاضد يمشي على راسه مش على ساقيه كل شيء معناه وبيروقراطية هي اللي مهيمة على الدنيا هذا كان مش أما كان فما طموح نتاع بناء اقتصاد وطني دي بول دو ديفلوبمون دون شاك بيي دون شاك ريجيون اصلاح زراعي اصلاح مسائل التوزيع التجارية معناها قطاعات جديدة متاع تكستيل وسياحة وقتها صناعات معناها هامة ستركتورونت اللي نقولوا لها ستركتورونت كيما السيديولوجي هذا الكل توا مشى نهار السيديولوجي من معناها من المفروض هذيك نحرصوا عليها توا معناها مسكرة يظل وعجز مطقع تونسير اللي كانت يضرب به المثل الناس ولات هربت التوانسه ما عادش تحب تركب على مع تونسير مع التليكوم اللي كنا السكاك الحديديه اللي مشينا عندنا دي زيكسبرتيز نعملوا في ديفوا دون لي بيي افريكان راهو ولا التليكوم عملت دي انستالاسيون دو ريزو في موريتانيا وما نعرفش هذا كل نهار هكا النويرات بداوا من الاول تفتحوا عارف كيفاش قضاوا عليهم حاسين شو باش نقول لك قادمين على وكان بالحق الحكومه هذه عندها نيه هو المشكله وقت اللي تاخذهم افراد تقول ناس متكونين متعلمين مختصين كل واحد في ميدانه ناس عندهم اراده عندهم عزيمه لكن كي تجمعهم يوليوا يطبقوا الكل في تعليمات الفامي والبنك مونديال ويتصرفوا في الجستيون كوتيديان ويهملوا الافاق شو باش نقول لك عمليه كبيره يلزمها مش اراده سياسيه برك يلزمها كفاءه والاراده وسيرتو الجراه انك تدخل تتفارع مع الملف مش تقعد تخمم غدوه فما انتخابات لو حاليه احنا من عام 2011 اونجير في لي ديشيرونس الكتورال وهذا اش معناها كونت اونجير لي ديشيرونس الكتورال معناها نتمداو في منطقه توزيع الغنيمه رضي هذاك هدي هذاك ما تغضبش هذاك ما تغشش هذاك سيب علينا من هذاك يدعم في الحزب ويمول فيه
ما نجموش نعملوا تنمية يلزم واحد مش منفوتيست سياسيا يبعثهم يشيطوا بكش عامل على البلاد مزيان. أما تنضبط وتدخل في خطة وطنية للنهوض بالبلاد وإلا تتحمل مسؤوليتك ومكش عامل لا عليا لا على الآخرين مزيان. كان ما تدخلهاش بالمنطقة هذا ما يخليك حد يخطر لأنه كل مرة يدخل الاعتبار الرأو فيهم أنا معناها معاشرهم يعني العباد هذو والرأي كيفاش يتعاملوا. هذا كيما قلنا في الحزب نلقاو وقت الانتخابات نعاونوه ونسكروا طفيوا الضوء عليه وهذاك متاعنا وهذاك معاش. ما فماش بنية تقوم به الروايق هذا هذا الروايق واحنا تخلف جاي من هذا العقليات هذه راهو نتعاملوا مع الدنيا بهالعقليات البالية.